السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بأبنائنا الأعزاء طلاب مدرسة التميز النموذجية. مرحبا بكم مع قسم التربية الإسلامية ومع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. ودرسنا اليوم بعنوان أتقن عملي، صفحة 84 يا شباب، هذا في مجال التهذيب. نستعين بعون الله وتوفيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. طبعا يا حبيبي ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يبقى هنا ربنا يأمرنا بالعمل، عشان كده درسنا اليوم اتقنوا عملي. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي يخرج للعمل، إن كان خرج يسعى على ولديه صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. واضح كده يا شباب؟ يبقى الواحد الأصل هو بيعمل وبيجدد نيته ويجعل دائما عمله إرضاء لله تبارك وتعالى. ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يبقى أنت تبتغي الآخرة، وأيضا لا يمنع أن تبتغي الدنيا، أهم شيء ألا تعطلك عن الآخرة. نبدأ كده بالنشاط الأول يا حبيبي. بيقول لك بين فضل العمل في الإسلام. عندنا في نقطتين نسمعهم من زميلكم. يلا يا ابني اتفضل. اول واحدة، تمام، من فضل العمل انت بتطلب الرزق الحلال، احسنت. اللي بعده، تمام، بارك الله فيكما، ان انت بتتمتع بحياة كريمة بعيد عن الذل، بدل ما تروح تسأل الناس وتمد ايدك للناس مش حلوة، فانت بتعمل وتبتغي بذلك وجه الله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده، وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. يبقى كده الرسل كلهم شباب كانوا يعملون، منهم من كان حدادا ومنهم من كان نجارا ومزارعا وراعي غنم وغير ذلك. طيب الصحابة كانوا يستعفون عما في أيدي إخوانهم. يعني مثلا سيدنا أنس بيحكي عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف أنه لما قدم المدينة الرسول آخى بينه وبين سعد بن الربيع، فسيدنا سعد عرض عليه أن يناصفه أهله وماله، يعني يتزوج واحدة من زوجتيه ويأخذ نصف ماله. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، وخرج يتاجر بنفسه إلى أن نمت تجارته وأصبح عبد الرحمن بن عوف هو عبد الرحمن بن عوف الذي نعرفه من العشرة المبشرين بالجنة، وكان من أغنياء الصحابة. النشاط الثاني بقول لك أبحث في محركات البحث الشهيرة والموثوقة عن عمل الأنبياء التالية أسماؤهم. يلا تعالوا كده نشوف مع بعض ونفكر كده مع بعض، ها، وحسب الصورة اللي أمامك. يلا الأولاني اتفضل يا ابني. سيدنا آدم ماذا كان يعمل؟ تمام، حراثا. اللي بعده سيدنا إدريس،
احسنت خياطا. سيدنا نوح عليه السلام اللي بعده، ممتاز بارك الله فيك، نجارا. سيدنا داود ها اللي بعده، ممتاز حدادا، كان يصنع الدروع. ها تفضل يا ابني. سيدنا محمد الله يفتح عليك، كان راعيا للغنم. احسنتم يا شباب. بقولك عدد اقسام العمل في الاسلام. في عندنا طبعا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طبعا يا حبيبي عندنا في أقسام للعمل في الإسلام. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى عندنا بالنسبة للعمل في عمل ديني وعمل دنيوي. العمل الديني المتعلق بالدين زي العبادات والصلاة مثلا، والعمل الدنيوي متعلق بالدنيا اللي هو المهنة والتجارة والوظيفة والأمور اللي بتسعى فيها على رزقك، ولا تنافي بين الأمرين. انت حتى في العمل الدنيوي بتجدد نيتك وتجعلها نية خالصة لله فتؤجر عليها، مش حبيبي؟ تعالوا كده نعرف مع بعض بعض آداب العمل، بعض آداب الايه العمل. ها يلا يا شباب كل واحد واحده بسرعه. اتفضل يا ابني، احسنت. ان احنا نخلص نيتنا لله. اللي بعده، نستشعر مراقبه الله ونتقي الله ويكون عندنا ضمير في عملنا، ممتاز. اللي بعده، حلو ان يكون عملك حلال وتبعد عن الحرام والغش. اللي بعده، احسنت. الا يعطلك عن اداء الفرائض، حلو. اللي بعده، الله يفتح عليك، وان هو يحرص على الاتقان والعمل والاحسان في عمله. احسنتم يا شباب، ممتاز. النشاط الثالث بقول لك علل العمل لا يعيب صاحبه ولو كان بسيطا. يعني مش عيب ان انت تعمل مهنة او تحترف حرفة وتكون بسيطة حتى وان كانت في نظر الناس انها بسيطة، لكن هذا ليس عيبا، افضل من الذي يسأل الناس. واضح كده حبيبي؟ الرسول بيقول لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهر، يعني حزمة حطب ويتحرك بها ويبيعها، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. يعني أفضل لك أن أنت تعمل بيدك ولو عمل بسيط وتكتسب منه وتعف نفسك وتبتعد عن مسألة الناس، هذا أفضل لك وخير لك. النشاط الرابع بقول لك دون تغريدة في مواقع التواصل الاجتماعي تقدم فيها نصيحة لمن يستهزئ بالمهن البسيطة والشريفة في مجتمعنا. طبعا احنا عندنا شوية مشكلة حبيبي في نظرة بعض الناس لأصحاب المهن البسيطة، طبعا بدون ما نحدد مهن معينة عشان ما حدش يحزن أو يزعل. طبعا المهن يعني شوية البسيطة معروفة، يعني فبعض الناس يظنون انهم محل احتقار، وهذا فهم خاطئ دنيء. هذا رجل يعمل بشرف وكرامة وعزة نفس، لا يطأطئ رأسه لأحد ولا يتذلل لأحد ولا يمد يديه لأحد، افضل من ان هو يقف على نواصي الشوارع ويمد ايديه للناس فيعطونه او يمنعونه، يتساقط لحم وجهه خجلا منهم، مش حبيبي؟ فاحنا كاتبين هو تغريدة، لا ارى ان هذا العمل يهين صاحبه بل يزيده عزة وشرفا لانه يعمل من كسب يده. فالعمل الشريف عبادة، وأتمنى من وسائل الإعلام ونخب المجتمع أن تتقبل مثل هذه الأعمال
وتدعم المشاريع البسيطة وتشجع الشباب على ممارستها. ماشي يا حبيبي؟ طيب بسأل بقى يا شباب، ما معنى إتقان العمل؟ ما هو احنا عندنا فيه جزئيتين، أول جزئية إن أنت تعمل، تبحث عن عمل وتعمل. الجزئية الثانية إن أنت تتقن عملك. طب يا أستاذ خلاص عرفنا العمل هنعمل، طب يعني إيه إتقان العمل؟ ها؟ من يرفع يده؟ يلا يا حبايبي الكل كده يشتغل ويتحرك معانا، يلا يا ابني ارفع يدك. قول لي اتفضل يا حبيبي. المقصود بإتقان العمل؟ أحسنت. يعني أنت تؤدي عملك على أكمل وجه يا ابني، لا تسوف عملك، لا تهمل فيه، لا تقصر فيه، لا تفرط فيه. واضح؟ يبقى عندك كده زي ما عندك في الصورة كده، لما يكون عندك نية صالحة لله وعندك مهارة اتعلمتها وأتقنت عملك، ربنا يوفقك بالعمل الإيه؟ الناجح. واضح؟ النشاط الخامس بقول لك تناقش مع زملائك في المجموعة حول ثمرات إتقان العمل مستشيرا أهميتها على الفرد والمجتمع ثم سجلها. يلا حبايبي، يبقى احنا عايزين الكل دلوقتي يشارك معانا عشان نفهم ايه الفوائد اللي هتعود علينا من إتقان العمل، ما الثمرات اللي احنا هنستفيدها من إتقان الايه العمل. يلا الكل يشتغل معايا. يلا يا ابني اللي هو آخر واحد اتفضل، أول واحدة. أيوة كده ممتاز حلو، ليش ما ترفع يدك؟ اشتغل معانا كده وروح واتحرك معانا كده، خلي الحصة تبقى نشيطة. تسلم يا حبيبي. يبقى رقم واحد الأجرة والثواب من الله تعالى، لما تتقن عملك تؤجر من الله. ها اللي بعده زيادة الإنتاج، صح؟ إن لو كل واحد أتقن عمله يا شباب هيزيد الإنتاج في المجتمع. ها اللي بعده اتفضل يا حبيبي، الله يبارك فيك. هتحوز على ثقة الناس، لما الناس تبقى عارفة إن أنت متقن في عملك الكل يحاول يشتغل معاك ويبقى مطمن ليك، لأنه عارف إن أنت راجل صاحب ضمير وصاحب همة وأمانة وثقة وضمير وإتقان، الكل يحاول إن هو يستفيد منك. اتفضل يا ابني اللي بعده. تمام الله يبارك فيك. إن أنت توجه مواهبك لما فيه خير الإسلام والمسلمين وخير البلاد والعباد، يعني ما تحاول تعمل عمل لنفسك، ولكن تحاول إن أنت تتقن في عملك علشان تفيد الآخرين وتعلم الآخرين، علشان الكل يكتفي اكتفاء ذاتيا ويستغنوا عن حاجاته غيرهم. تسلم يا حبيبي بارك الله فيك. سلمتم يا شباب، أحسنتم ما شاء الله، إجابتكم رائعة. طيب هنا بسأل بقى، يعني إيه البطالة بقى؟ إحنا خدنا العمل وإتقان العمل، البطالة عكس العمل. ها مين يقول؟ يلا يا بطل، أول واحد رفع اتفضل. يلا يا حبيبي قول، ما مقصود بالبطالة؟ ممتاز، إن أنت تترك العمل مع القدرة عليه، فيك صحة، ما فيك مرض، وأمورك تسمح بالعمل ولكنك لا تعمل، كسول، بتحب إن أنت تركن للآخرين وأبوك هو اللي يصرف عليك، ما يصير أبدا، هذه مو رجولة أبدا، الرجولة الحقيقية إن أنت لما تكبر تعتمد على نفسك وتسعى وتعمل وتتقن، فالله عز وجل يوفق هؤلاء. لكن اللي هو قاعد كده مع نفسه ومكبر راسه وما يبي ان هو يشتغل، هذا يعني يبتعد عن معية الله تبارك وتعالى. يبقى دي معنى الايه؟ البطالة يا شباب. طبعا البطالة مضرة جدا، وهي طريق اساسي للرذائل. يعني البطالة ممكن تعلمك التدخين، تعلمك الهوشات والمشاجرات، تقضي وقت كبير أمام التلفزيون أو النت ونحو ذلك. فطبعا الإنسان لو ما استغلش وقته في طاعة الله وفي شيء مفيد، الشيطان هيستعمله في معصية الله. مش حبايبي خطيرة جدا موضوع البطالة. أحسنتم يا شباب.
يبقى استفدنا اليوم بعض من الحقائق والمفاهيم اللي طلعنا بها من درس اليوم. ها يلا يا حبيبي قول أول واحدة اقرأ. أحسنت، الإسلام حث على إتقان العمل، جميل. اللي بعده اتفضل يا ابني. ممتاز، أحسنت، أنبياء الله كانوا يعملون ويأكلون من كسب أيديهم، صح زي ما خدنا كده، من كان حراثا مزارعا راعيا للغنم خياطا نجارا حدادا. ها رقم ثلاثة يا ابني، بارك الله فيك، البطالة هادمة لأركان المجتمع ومضيعة له، صح. طيب ايه القيمة اللي طلعنا بها بقى اليوم؟ الدرس كله بيتكلم عن شنو؟ ها ايه القيمة؟ أحسنت يا ابني، أحسنت، إتقان الإيه؟ العمل، صح. طيب ماذا نعمل؟ ايه المطلوب مننا؟ لا أنا خلاص أخذتك كذا مرة قرأت، نشوف غيرك بقى، اتفضل يا ابني. ها أحسنت، أطلب الرزق الحلال اقتداء بسيرة الأنبياء والصحابة، ممتاز بارك الله فيك. اللي بعده، ولازم ذكر الله مع الانشغال في العمل، صح. اللي بعده، يبقى فعلا تتقن عملك عشان تنال الأجر والثواب من الله. إجابات رائعة يا شباب، بارك الله فيكم ونفع بكم، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق والسداد والرشاد. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.